بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الطلبة وطلبات المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ملخص سريع للدرس الأول، أحلام عالية. أحلام عالية تحب عالية الاستكشاف. في بنت اسمها عالية تحب الاستكشاف، فلديها شغف إلى معرفة كل شيء وتقرأ الكتب وتتصفح الإنترنت. يبقى ملخص الصفحة الأولى إن عالية تحب الاستكشاف، تقرأ الكتب وتتصفح الإيه؟ الإنترنت. الصفحة الثانية دي صفات عالية يا حبايبي. عالية عندها أربع صفات، إن هي بتبحث وتسأل وتتخيل وتكتشف. تسأل، تبحث، تتخيل، تكتشف. قولوا معايا: تسأل، تسأل، تبحث، تبحث، تتخيل، تتخيل، تكتشف، تكتشف. دي صفات مين؟ صفات البنت اللي اسمها ايه؟ عالية. الصفحة اللي بعد كده: صنعت عالية مجسم مركبة الفضاء بكل تفاصيلها. المعلمة طلبت منهم انهم يعملوا حاجة جميلة، فهي صنعت مجسم لمركبة ايه يا حبايبي؟ الفضاء بكل تفاصيلها، حتى الخوذة اللي بتتلبس عملتها عالية. ايه كمان؟ نظرت عالية الى كوكب الارض من الفضاء، تبدو الارض ككرة لونها بين الازرق والايه؟ والاخضر. الارض كرة تبدو بين اللونين الاثنين، الازرق والايه؟ والاخضر. طبعا الازرق لون البحار والمحيطات والانهار، اما الاخضر لون الاشجار الجميلة التي تزين كوكب الارض. اخر حاجة، رأت عالية 8 كواكب. عالية شافت 8 كواكب، احنا كلنا حبايب حافظينهم: عطارد، الزهرة، الارض، انا هقولهم لاصدقائي اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي: عطارد، الزهرة، الارض، المريخ، المشترى، المشترى، زحل، اورانوس، نبتون. عطارد، الزهرة، الارض، المريخ، المشترى، زحل، اورانوس، نبتون. طبعا 8 كواكب جميلة جدا، تدور هذه الكواكب حول الشمس. ما اجمل هذه الرحلة. صعب الدرس؟ لا. طيب اللي يعرف بقى يقول لي الكوكب اللي احنا بنعيش عليه اسمه كوكب الارض. يا ريت اصدقائي يكتبوا لي تحت في التعليقات 4 صفات اللي بتتسم بيهم او بتتصف بيهم البنت عالية. كده خلصنا ملخص الدرس الجميل بتاعنا احلام عالية، واحنا عملناه في 4 أو 5 ورقات بس. احلام عالية من الدروس الجميلة جدا جدا. اكتبوا لي بقى 4 صفات بتوع احلام عالية اللي انتوا اكيد عرفتوهم من الدرس. تبتم في رعاية الله وحفظه وامنه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس امرا يسرنا انضمامكم لقناة متحف نصير التعليمية. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.